يعطيكم العافية. إن شاء الله الآن راح نبدأ في Chapter 2 Cost Concepts and Design Economics، فهي متعلقة بالتكلفة واقتصاد التصميم. The objective of Chapter 2 is to analyze short-term alternatives when the time value of money is not a factor. الهدف Chapter 2 إن نحل الخيارات قصيرة المدى لما يكون المال ما له علاقة بالوقت، أو بالأحرى المال والوقت ما لهمش علاقة ببعض، ما بأثر بعض، لأنه في تشابترز قادمة راح يكون المال أو الوقت له ثمن، ممكن نحكي بشكل أحسن. Cost can be categorized in several different ways. هلا تكلفة نستطيع أو تصنف في طرق مختلفة وعديدة. أحد التصنيفات هاي ثلاث أنواع: Fixed Cost, Variable Cost, Incremental Cost. التكلفة الثابتة المتغيرة والتزايدية. التكلفة الثابتة Fixed Cost unaffected by changes in activity level. هي تكلفة ما بتتغير حال شو مكان مستوى النشاط أو شو مكان مستوى الأكتيفيتي اللي أنت بتعمله. يعني زي على سبيل المثال عليها الانشورنس، تأمين، تاكسز، ضرائب، هاي شغلات ثابتة ما بتتغير أو ملهاش دخل بالبيئة المحيطة. ممكن نحكي شو ما تغيرت الظروف ما لا يمكن تأثر عليها. نروح النوع الثاني Variable Cost vary in total with the quantity of output or similar measure of activity. الـ Variable Cost مختلف مع اختلاف كمية المخرجات، يعني ممكن نحكي أو هي عبارة عن مقياس للنشاط أو الأداء. كل ما زاد كل ما كانت هذه التكلفة بتكون أفضل وأحسن. ممكن نحكي إلى علاقة بالأداء أو بكمية المخرجات، أنت كل ما تأدي أحسن بصير عندك مخرجات أفضل وبالتالي التكلفة بتقل عليك. Incremental Cost التكلفة التزايدية أو الحدية. Additional Cost resulting from increasing output of a system by one or more units. هي تكلفة إضافية بتنشأ نتيجة زيادة الأوتبوت، يعني بتنشأ نتيجة ظروف معينة. زي على سبيل المثال لو حكينا مثلا لو كان في عندي مصنع سيارات وأنا حبيت أنتج سيارة جديدة، تمام، وتكلفة السيارة أو السيارة الجديدة إنشائها أو صناعتها بتطلب لي إنشاء مصنع جديد، وبالتالي إنشاء المصنع الجديد هذا هاي عبارة عن incremental cost تكلفة إضافية زادت على الحسابات الآن حاسبها. ممكن نحكي more ways to categorize costs تصنيفات أخرى للتكلفة. أخذنا أول تصنيفات كانت fixed, variable, incremental. هلا في عندنا تصنيفات ثانية زي مثلا direct, indirect و standard مباشرة وغير مباشرة والمعيارية. هلا الدايركت كوست عبارة عن can be measured and allocated to a specific work activity. هلا تكلفة بتستطيع انك تقيسها وتربطها في نشاط عمل معين. يعني على سبيل المثال الماتيريال لازم تكون فلوسها ثابتة او مش ثابتة، مخصص، انت عارف الفلوس مخصصة للماتيريال، للمواد، مثلا العمالة انت حاسب لهم حساب من اول، انت عارف هاي الفلوس لوين رايحه او لمين راح تدفعها. هاي الدايركت معناها. الاندايركت difficult to attribute or allocate to a specific work or to a specific output or work activity also overhead or burden. لها اسماء ثانيه الاندايركت، الاوفرهيد او البوردن. صعب انك انت تربطها مع شيء معين. اشهر مثال على الاندايركت كوست المينتنس، الصيانة. الصيانة انت ما بتعرف شو ممكن يصير معك، فانت هاي التكلفة غير مباشرة، ممكن نسميها طارئة. يعني سوري هسا الاندايركت كوست لو حكينا على سبيل المثال بالمينتنس اللي هي الصيانة، انت ممكن يصير عندك مثلا صيانة للمواد، الشغلات كثيرة، فانت مش هاي التكلفة مش مخصصة او انت مش عارف من اول
قديش مقدراتها تكلفة، ممكن نحكي مش زي الدارك. الدارك انت عارف انت الماتيريال بدها كذا، بدها قسم، بدها حد معين، ممكن نحكي بشكل افضل بدها حد معين. اما المينتنس ممكن يزيد على الحد اللي انت حاسبه. تمام. ستاندرد كوست، كوست بير يونت اوف اوتبوت استابليش ان ادفانس اوف برودكشن اور سيرفيس ديليفري. هلا هاي التكلفه لما يكون عندك مثلا معلومات من اول وتصير تقيس عليها بدل ما تصير تحسب التكاليف الفعليه، هاي تكلفه ستاندرد معياريه. زي مثلا نحكي عندك ستاندرد مثلا بالكهرباء، عندنا ستاندرد مثلا بقيس على الشغلات كثيره، هاي بتريحني بدل ما اصير احسب من اول وجديد عشان اصل للتكلفه الفعليه او الى اخره. فانا بصير اقيس على شغلات عندي موجوده من اول، ممكن نحكي هيستوريكال داتا، بتريحني بدل ما اصير احسب وياخذ مني هذا الحساب وقت كثير. تمام. We need to use the common cost terminology. كاش في عندي كمان او بالاحرى لازم اعرف مفاهيم تكلفة شائعة، لازم اعرفها. زي على سبيل المثال كاش كوست، بوك كوست، سان كوست، في عندي كمان opportunity cost، life cycle cost. نبلش بأول نوع. أول نوع اللي هو الكاش كوست، a cost that involves a payment of cash، هي التكلفة اللي بتتضمن دفع نقدي. لما نحكي كاش معناته أنت بتعملك تدفع نقدي، أو بالأحرى هاي الأنواع كلها عبارة عن طرق دفع، ممكن نحكي طرق دفع للكوست أو مفاهيم متعلقة بالكوست بشكل أفضل. هلا الكاش كنا حكينا انت بتستطيع انك تدفع نقدي هون. تمام. book cost a cost that does not involve a cash transaction but is reflected in the accounting system. تكلفة ما بتتضمن انك تدفع بشكل نقدي، هي تكلفة مثلا على سبيل المثال ممكن نحكي هي تكلفة انت ما بتدفع بشكل نقدي لكن بيظهر تأثير على حسابك. زي لما مثلا تعمل حجز لتكت معينة أو لما تشتري مثلا من على النت، فأنت ما دفعت هون نقدي بس لكن تأثيره ظهر على حسابك، انخصم من حسابك بس أنت ما دفعت بشكل نقدي. زي لما تستخدم الفيزا كارد أو الماستر كارد. sunk cost a cost that has occurred in the past and has no relevance to estimates of future cost and revenues related to an alternative course of action. لو على سبيل المثال sunk cost هي تكلفة بسموها في عالم الاقتصاد تكلفة الغارقة، تكلفة اللي انت دفعتها لمشروع خاسر. زي على سبيل المثال لما تدفع تذكرة لفيلم بعدين تكتشف انه ما بيستاهل المصاري اللي دفعتها، بس انت بدك تحضره عشانك انت دفعت حق التيكت. تمام. نروح على opportunity cost، the military advantage foregone due to limited resources. The cost of the best rejected opportunity. هي الميزة هون النقدية مفقودة بسبب محدودية الموارد. تمام. يعني أنا إذا اخترت مشروع، يعني أقرب الصورة، لو اخترت أفضل مشروع من بين المشاريع اللي عندي ممكن أخسر مزايا موجودة بمشروع آخر. تمام. فهاي الفكرة هون بالـ opportunity cost. life cycle cost the summation of all costs related to a product, structure, system or service during its life span. جميع التكاليف اللي ممكن يتعرض لها الاشي، زي مثلا تكاليف الانتاج، المنتج، الهيكل، النظام، من اول انتاج هذا الاشي لحد ما ينتهي عمره. جميع التكاليف ممكن نشوفها، ممكن نحكي تمام من اول ما تصنع هذا الاشي لحد ما ينتهي عمره. طبعا ممكن يروح ببالكم انه المادة رايحة لكونسبتس والى اخير، فعليا المادة مادة حل، بس لكن هاي الشغلات لازم نمر عليها عشان يكون عندك معلومة عنها لاي لك هي، لكن بالنهاية المادة عبارة عن حل، كلها حل. يعطوك العافية.